تخيلي إن في أنواع من الزيوت الطبيعية عندها القدرات الجبارة في علاج ألم الأعصاب والتهابات الأعصاب وتلف الأعصاب زي الوخز والتنميل والرعشة والخضران والحرقان في الإيدين أو في القدمين، سواء كان ألم والتهاب الأعصاب ده كان سببه مشكلة في الفقرات، يعني في حاجة ضغط عندك في الفقرات ومسببة لك مشكلة وألم، أو حتى التهابات في الأعصاب، أو حتى كنت مريض سكري. فالزيوت دي فعالة بدرجة عالية، ولذلك اتعمل عنها أبحاث ودراسات علمية، وهسيبلك المصادر دي في أول تعليق مسبق. بتعمل إيه بقى الزيوت دي؟ بتساعد على التعافي، تجديد للأعصاب، وهي مش مجرد مسكن وخلاص، حاجة مؤقتة، ولكنها بتوصلك لنسبة الشفاء. بتبقى شخص طبيعي تماما، مفيش ألم أو حتى التهابات في الأعصاب، أو حتى بتساعد في التعافي من مشكلة تلف الأعصاب. بالإضافة كمان هقول لكم على شوية نصايح بسيطة علشان نتجنب حدوث المشكلة من الأساس. فعلشان نعرف كل التفاصيل بعد إذنكم، ركزوا معايا جدا جدا لأنها تكون حلقة مهمة أوي ومفيدة. تلف الأعصاب أو الاعتلال العصبي دي حالة طبية بيحصل فيها ضرر لنظام الأسلاك الكهربائية في الجسم، اللي قد تسبب مجموعة من المشاكل الصحية زي الوخز والتنميل والحرقان والخضران، حتى قد تصل لبعض الآلام الحادة ممكن تؤثر على حياتك اليومية. طيب السؤال هو إيه سبب ألم والتهاب وتلف الأعصاب؟ يا إما إصابات جسدية، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، أو انخفاض الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم علشان تساعد في تقوية الأعصاب، أو سوء التغذية. ولكن لحسن الحظ في بعض الزيوت الطبيعية اللي بتخلصك من المشكلة دي تماما، بتساعد على التعافي والشفاء، بتقلل من الالتهاب، بتسكن الألم والتورم، بتساعد أعصابك على التجديد، فبالتالي تقدر تكون في روتينك اليومي. رقم واحد، زيت اللبان أو زيت لبان الذكر، اللي أصلا كان بيستخدم قديما في الصين لعلاج ألم الأعصاب، علشان الزيت الجبار ده بيحتوي على عوامل مضادة للالتهابات بتسمى حمض البزولك أو البزولك أسد. عند فرك الزيت ده على المنطقة المصابة بزيت ناقل، بتساعد المكونات دي على تهدئة الأعصاب شديدة الحساسية من خلال منع مسارات آلام معينة، وبالتالي بيوفر لك كل الراحة التامة اللي انت محتاجها من شدة الألم والتهاب الأعصاب. كل عليك هتعمله هتجيب من 10 ل 15 نقطة من زيت اللبان مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام، وتخلطهم مع بعض، بيكون كده عامل زي البلسم مهدئ لألام الأعصاب، وتقدر تستخدمه وتطبقه بشكل يومي. أما لو انت كنت عاوز علاج داخلي، تقدر تستخدم مكملات مستخلص البزوية اللي بتساعد لتحفيز وتجديد الأعصاب من داخل الجسم. رقم 2، زيت النعناع، اللي بيعتبر من أفضل وأقوى الزيوت الفعالة لتهدئة ألم الأعصاب وعلاج فعال لالتهاب الأعصاب. ليه؟ علشان بيحتوي على مكون علاجي قوي هو المنتول. بيشتغل المنتول كمسكن قوي للألام لما بيتم تدليكه في مناطق الألم العصبي، فبالتالي ده بيحفز الجسم، مما يؤدي إلى تنشيط مستقبل التبريد في الجسم، فبيخلي كده في إحساس لطيف بالتبريد على الجلد، مما يخفف بشكل طبيعي من ألام الأعصاب. بالإضافة إلى ذلك، بتشير الأبحاث والدراسات إن زيت النعناع بيحسن الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية عند استنشاق الرائحة. كل عليك بتعمله إنك بتقوم بخلط من 15 ل 20 نقطة من زيت النعناع مع ملعقة كبيرة من أي زيت، اللي هو الزيت الناقل، إنك بتخففه سواء كان زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الخام أو زيت الجوجوبا. رقم 3، زيت اللافندر، هو أحد الزيوت العطرية الأكثر شهرة، وبيستخدم في جميع أنواع المنتجات بداية من الصابون والشامبو والمنتجات المنزلية. بتشير الأبحاث والدراسات إن زيت اللافندر بيحتوي على مركبات نباتية زي اللينالول واللينال أسيتيت. المركبات دي بتساعد على منع إشارات الألم في الجسم المرتبطة بألم الأعصاب والاعتلال العصبي. ده بيشتغل بشكل أفضل عند استهلاكه داخليا، بيكون آمن غذائيا. وقد ثبت أيضا عند تدليك زيت اللافندر على المناطق المصابة، بيقلل بشكل ملحوظ من ألم الأعصاب خلال ساعة أو اتنين بعد تدليكه على القدمين. وأيضا بيساعد في تعزيز الجابة. الجابة دي مادة كيميائية بتكون موجودة في الدماغ، بتساعد على استرخاء النبضات العصبية، فبالتالي بتساعد على تخفيف التوتر والقلق، بتعزز من النوم العميق بالليل. ولذلك النوم مهم جدا وضروري للتعافي
وللشفاء. رقم 4، زيت البابونج اللي بيساعد على عكس تلف الأعصاب تماما، وهو رائع للألم والتهاب الأعصاب. وطبعا كلنا سمعنا عن شاي البابونج وفوائده وخصائصه العلاجية، هو رائع جدا لتعزيز الاسترخاء والهدوء والصفاء. ولكن الأكثر تركيزا من ظهور البابونج هو زيت البابونج الأساسي. من خلال تطبيقه موضعيا بتحطه كده على الجلد، فالجلد بالتالي بيمتص الزيت، وبالتالي بيعطيك كده راحة موضعية للأعصاب المتهيجة والمؤلمة. أظهرت الأبحاث والدراسات إن زيت البابونج بيحتوي على بعض المواد زي مادة الكامازولين ومادة الألفا بيزابولول. المواد دول بيعملوا إيه؟ بيساعدوا على تخفيف الألم وبيقللوا الالتهاب. رقم 5، زيت الروزماري أو زيت إكليل الجبل. ليه مهم جدا لصحة وسلامة الأعصاب وبيعكس تماما تلف الأعصاب؟ علشان الزيت ده بيحتوي على حمض الروزمارينيك وحمض الكارنوسيك، اللي ثبت انهم بيساعدوا في تهدئة الاعصاب المتهيجة وبيكافحوا الالتهابات. ده بيشتغل عند تدليكه في مناطق الالم زي الرسغين والساقين والقدمين من خلال تحفيز تدفق الدم، زيه زي الزيوت الاخرى. المهم دايما تخففه بزيت ناقل لمنع تهيج الجلد علشان هو قوي جدا. كل عليك هتعمله هتجيب ملعقتين كبار من زيت جوز الهند الخام مع 5 نقط من زيت اكليل الجبل علشان تحصل على علاج فعال لتهدئة الاعصاب. الافضل دايما تستخدم المنتجات العضوية علشان بتحتوي على تركيزات اعلى بكتير من المواد الكيميائية النباتية الضرورية لتهدئة الاعصاب. وبفكرك قبل ما تنسى، لو فعلا بتستفيدوا من كل فيديوهاتي يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه جيب شفت في القناة، اهلا وسهلا بحضرتك، انزل تحت عند علامة الاشتراك او السبسكرايب، اضغط عليها هتلاقي كده جنبها علامة الجرس او زر التنبيهات، اضغط علامة الكل علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بقدمها اول باول. رقم 6، زيت الهيليكروسوم اللي بيعرف ايضا باسم الزيت الابدي او زيت الخلود، وتقدر تحصله من بعض المواقع الطبية. هو حقيقي علاج فعال جدا لشفاء الاعصاب، سواء كان الم الاعصاب او التهاب الاعصاب او حتى تلف الاعصاب، وايضا بيساعد في تجديد خلاياها. وايضا بيستخدم الزيت العطري ده موضعيا مخففا على الجلد لتخفيف من الام المفاصل والام الاعصاب والام الجلد، وايضا بيساعد على التئام الجروح المفتوحة. بتشير الأبحاث والدراسات بتقول إن تحديدا الزيت ده هو واحد من أفضل وأقوى الزيوت اللي بيساعد على تحفيز تجديد الأنسجة العصبية التالفة زي العصب الوركي، وكمان ليه كده رائحة بتشبه رائحة العسل. أيضا في بعض الأدلة بتقول إنه بيقلل من تفاعلات الحساسية على الجلد زي التهاب الجلد التماسي. كل عليك بتعمله بتجيب 4 أو 5 نقط من الزيت ده، بتحطهم في وعاء من الماء الساخن وبتستنشق البخار اللي طالع للمساعدة في تهدئة الأعصاب المحفزة. وبعد ما عرفنا مع بعض أفضل وأقوى الزيوت الطبيعية اللي بتحسن صحة الأعصاب وبتقضي دايما على مشكلة ألم والتهاب الأعصاب وتلف الأعصاب، دلوقتي تعالوا نجاوب على سؤال مهم جدا، هي إيه أهم وأفضل النصايح اللي بتمنع تلف الأعصاب وبتعكس تلف الأعصاب داخل الجسم؟ رقم 1، عايزك تقلل وتوقف من تناول الزيوت النباتية المهدرجة. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان فيها نسبة الأوميجا 6 عالية اللي بتزود الالتهاب في الجسم، وكل ما الالتهاب بيزيد ده بيستنزف فيتامين الأعصاب وبالتالي بتظهر عندك المشاكل دي ومن ضمنهم تلف الأعصاب. هقول لك زي ايه بقى الزيوت دي، زي زيت الذرة والكانولا ودوار الشمس وبذرة القطن وفول الصويا، علشان دول معظمهم اصلا بيكون موجودين في الأطعمة المعلبة وكمان في الوجبات السريعة. ولكن الافضل والاحسن انك تستخدم الزيوت الصحية زي زيت الافوكادو وزيت جوز الهند الخام وزيت الزيتون البكر الممتاز. رقم 2، ابدأ في استهلاك الاسماك. كل كده المأكولات البحرية على الاقل مرتين في الاسبوع، من ضمنهم الاسماك الدهنية وعشب البحر والخضروات البحر وبلح البحر والمحار، دول كلهم معظمهم بيحتوى على احماض الاوميجا 3 اللي بتحفز شفاء الانسجة العصبية وبتقوي الاعصاب. رقم 3، تناول ملعقة او ملعقتين كبار من الخميرة الغذائية، علشان هي سورس كويس جدا بفيتامين ب، فبالتالي لما تيجي تاخدها يوميا انت هتزود عندك مستويات فيتامين ب اللي هو اصلا فيتامين الاعصاب، فكده هتساعد على الشفاء واستعادة الجهاز العصبي، خاصة فيتامين ب1 وفيتامين ب2.
رقم 4، خد كده يوميا حمام دافي. ليه بقى؟ علشان بيساعد على تخفيف الألم، وكمان الحرارة بتعمل إيه؟ بتساعد على زيادة الدورة الدموية لتوفير الراحة الكاملة، وكمان تقدر تضيف بعض الزيوت زي زيت اللافندر، وزي ما ذكرنا إن هو بيساعد على استرخاء النبضات العصبية، فبالتالي بيقلل من التوتر والقلق عن طريق استرخاء الجهاز العصبي. رقم 5، بما ان السكر هو السبب الرئيسي لتلف الاعصاب والاعتلال العصبي والتهاب الاعصاب، فالافضل انك تقلله او تقطعه تماما من نظامك الغذائي، سواء كان مشروبات غازيه، عصير، بسكويت، حلويات، معجنات، ايا كان، لان مع ارتفاع نسبه السكر في الدم هيزيد الالتهاب، وكل ما يزيد الالتهاب هيؤثر على فيتامين الاعصاب ويسبب استنزاف لفيتامين الاعصاب، ومن ضمنهم فيتامين B12 اللي اصلا بيدخل في تكوين الغشاء الميليني، فبكده هتقل من كفاءه الغشاء الميليني اللي هو اصلا بيحمي الاعصاب، فمع استنزاف فيتامين الاعصاب هتحس بكل المشاكل دي، فالافضل والاحسن انك تقطع السكر تماما. رقم 6، تناول الاطعمه الغنيه جدا بمضادات الاكسده زي الخضار والخضروات الورقيه زي الملفوف والكرنب والقرنبيط والافوكادو والجرجير وبراعم بروكسل، او حتى كمان تناول الاسماك الدونيه على الاقل مرتين في الاسبوع زي السلمون والسردين والتونه والمكاريل. رقم 7، لو كان عندك اصابه في احد الاعصاب، يعني عندك كده قرص ضاغط في العمود الفقري زي مشكله عرق النسا او متلازمه النفق الرسخي، فهنا انت لازم الافضل والاحسن تتابع مع اخصائي علاج طبيعي علشان يعمل لك كده بعض التمارين وبعض الجلسات، او حتى كان ممكن تعمل تمارين في البيت علشان تتخلص من الالام المزعجه، بالاضافه طبعا مع الحاجات اللي احنا ذكرناها تلاقي الموضوع اتحسن بنسبه 100%. رقم 8، اتباع الصيام المتقطع مفيد بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكل صحة الجسم وتحديدا للأعصاب. على الأقل كده اتبع صيام متقطع 3 أو 4 مرات في الأسبوع وهتلاقي فرق كبير. خلينا أقول لك الصيام المتقطع إيه فائدته؟ أولا بيفعل عندك في الجسم خاصية الإتوفجي، خاصية الالتهام الذاتي، يعني جسمك بينظف نفسه من البروتينات اللازجة اللي ممكن تسبب ضرر للأعصاب، بالإضافة كمان إن الصيام المتقطع بينظم مستويات السكر في الدم. رقم 9، ممارسة التمارين الرياضية على الأقل كده مرتين في الأسبوع. الرياضة بتعمل إيه؟ بتحسن وبتنشط الدورة الدموية، بتساعد على تحسين تدفق الدم للأعصاب الطرفية سواء كان في إيديك أو حتى في رجليك، أو حتى بتساعد على زيادة إصلاح الأعصاب التالفة. رقم 10 والأخيرة، تناول أهم المكملات الغذائية اللي بتحسن من صحة الأعصاب وبتحسن من تلف الأعصاب زي الألفا لايبويك أسيد والبنفوتايمين وزيت كبد سمك القد. وبالمناسبة كنت اتكلمت عن أهم الفيتامينات دي في حلقة بالتفصيل، اللي ما شافهاش هسيبها لكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف. وأوعدك لو التزمت بكل النصايح دي وطبقتها زي ما قلت، انسى بعد كده مشكلة ألم الأعصاب والتهاب الأعصاب أو حتى تلف الأعصاب من أساسه، بس نلتزم بنسبة 100% علشان تلاقي النتائج المرغوبة، وبعد كده هتلاقي صحتك أفضل وأحسن من أي وقت فات قبل كده. بس كده كنت وصلت لحد نهاية الحلقة، أتمنى من كل قلب لحضراتكم الصحة والسلامة. لو استفدتوا من الحلقة دي ومهتمين بمواضيع تانية كتير، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو كان عند حضراتكم أي أسئلة واستفسارات بخصوص الحلقة دي والحلقات قبل كده قديمة فاتت، اكتبوا لي كل أسئلتكم تحت في التعليقات، وأنا أكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على أسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم أنا تحت أمركم، وأشوفكم على خير الحلقة اللي جاية.